في البدايه بس كان الاول اللي مكلمني على الايفنت ده كان محمد فضل. احنا بتربطنا صداقه يعني مثلا من 26 27 سنه، فكنت متواجد وبسطت جدا النهارده واتفرجت على ماتش الفاينل الاهلي وزمالك وبسطت جدا يعني، يمكن لطيف جدا يعني. في الاخر انت جاي يعني، انت بتروح ماتش اهلي وزمالك كبار بيبقى الموضوع فيه تعصب اكتر، وفي هنا الموضوع فلافي اكتر، وانت عايز الولاد كلهم يتبسطوا سواء اهلاويه او زملكاويه. مصلحه واحده في الاخر ان الولاد دول يطلعوا عندهم مثل اعلى، فيه نجوم كتير. انا مش بتكلم عن نفسي، انا بره المجال الرياضي يعني، بس بتكلم على النجوم اللي موجودين كلهم، اذا كان زيدان او عادل مصطفى او كابتن حازم ميدو، الناس دي كلها. فهو اللي انت بتتكلم فيه طبعا ده سليم يعني 100%.